أنا 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 وحن دريني إن أنت بدن دتكو أي أود سارين انتظر أيوة يا باك عليه أنت بدن جرجر كي سارين وحن دريني كشام على هان إن قيبي عفوات ويا هي قيب أنت بدن عن أود السارين دتكو نباي حلو طبعا سات كدريني في كتار هذا كل بدوبين وأنا ليش ولا أنا كمان تروح قيبتا كشام على هان كشام على هون وحن ما توشوا بنا هلكن سيدي أنا قيب كذا لهي هذيك عافمات هي باهيدا عافمات ما أنتم كذا يعني هذا كتير ثا وحن دريم كنا عطتك مرخي أنت ذا قاطع أنت صوب باهيك فرطان أو كورين لها إجران ما أنت قيب ثا إنه كقيب كذا إنه وقيب تاسي وأنا دريم كنا باهيك كل دول إجرا كل بنا وكم كا بركة عياش دقمي ذقول جيت أدي أد ما نقول مهل علينا قيب تاع عافمات في تام عضة هون أو جرجر أفيدنا إسا ولا له هذا ثبالة إسا هذه أدنى تلقيم هذا عنا وحد نجي نقعد إسا أنا هنا كوف الليل إن أكيو يقول له بيجي لدخل عفمات أو بشعس تيم بيصادر ساي إن سيف تيم بيصادر ساي إن قيبها صدع على بعض قيبها هربوا يوم هذا قيب تين هذه أدنى نقول هذا عنا أنا تقريبا قاطان عفمات كذا ثبالة إسا أي كم كنجوا إن باهي هالكن في جناي أدم فربضينه إن واحد جرا ما أنت أول سيف بعد صورنا من جرت بيه وبويد بس صدر جرت هالكن بويد يشل بيك تكت هالك بيا الآن با ما أنت باهي ده قوي لما تطلع هو بيا الآن ما الحين أنا واحد محي ما ده حاف ما تك بد ما دام كل شيء إن سيد قدومي هاي وصور شعري كلي إن باهي عاف ما تبتشت باهي ده عاف ما تقوله وضروري ومد مر والبتاعن تدخل مر كي أبارة يي مادان ولا صوت الاستمر والبتاعك هي إني ثماتو ناي نفقاتها ثماتو أي تدخل أي موت هي أي أدو تاب دريهين كلي أن تدخل صوب برك هاي أي كي مي أن أولو جنا كسر المادان أي حبها كسر الطين أن حيو بهي أنت بتشين يكون ديجان كم قار نقدر تلعبي وسيد أن حيو يشلان قار ولي شو جانا ويشلان وحنا كان ما توقف مهد علينا أديك عاف ماد إيه هاي النقصة تاجرتي هون إنترناشنال كولج هو سوق هاي اللي ما أنت بخاطر هاي ما أنت هالكن تدخ وحي باهي هي باهيات كو جو شيء أنا كل اللي تقوله هالكن كسيف جدارا نحن أنا وحن أنا كو أكو هذا بس سيف جدارا تيم بس سيف جدارا كان صار توقتها وهو هيدا كم شيء ده كره وحن إن مش عصنا مثل ما ضايع كان تاي لي مال ما يو شوقي هو كقاطع قيف تيسي إن ما أنت هو حي أنت هسا تناسي در إن باهدي بيها وأنا ما أنت إن خلكن أي أبهين أدي بيو أبهين إن كل أي تيم كمان تنوي متينا أديك أي نوفينين وكم هتين وانكم هتين أنا كو أكو حضليا شام عدا هون بقي عيد ما أنت كويت أنا كو حان كتر سنة وسهر دعاء في ماتك waxaan kala ka tirsanahay WHO waa qolada talaalkii afka la idin ku dhibcinayay ee booliyada idin waday talaalkaas oo la idin siinay maadaama dhul aan talaal kuba gaarin dadka qaarkii ay ka yimaadeen si aan outbreak uga dhicin ayaa talaalka korta loo siinayay oo loogu keenay ta kale maanta waxaan meeshan ku imid magaca jaamacadda Hoon oo ardayad ka ahay waxaan isku soo guwaabinay oo anagu isku soo canaananay oo magaca jaamacadda Hoona in dadka maanta dhibaataysan ee abaartu keentay in kasoo dhaqaatiir badan ay yimaadeen maanta anaguna nimid anagoo u wadna dhaqaatiirtii ardaydii intaba isku gujirnay si aan u siino ilaahay baa wax baahi tira ana wixii dhibaataysan aan daweedoodii siino daweedina aan u wadna waana la eegayaa ta kale deeqda ilaahay baa haya waxa baarahayna ku ridayay wax weyn bariyada ilaahay baan ka tagnay
waxaan u leenahay hay'adii deeqda bixinayay aaway biyahay noo keenane hay'adii deeqda bixinayay aaway dhibaatooyin in cuntayna siiyane ilaahay noqono ilaahay baa wax baahi jira ilaahay baa deeq bixiya waxaan nagu waaninaya dhamaanteenba inaan ilaahay horta barino deeq ilaahay baa haya bila aadan ma hayo dadkeenu inta badan waxay ku baabeen waa deeq qii dhalagsana deeqayaasha aaway buulaya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmad na siiyo roob khayr qabay na siiyo caafimaad keenana na siiyo dadka maanta halkaan ugu xanuugu nimid maanaan u wadin raashin maanaan u wadin wax kale waxaan u wadnay waa dawo iyo caafimaadkooda un baadhno ilaahayna ha nagu garab galo maanta halkaa waxaa ka muuqata dhibaato ah biyo la'aan hooyad baa joogtaa la yidhi dadku weelay biyo ku shubtaan ma haystaan haraad bay baktiisan yihiin aad waxay u baktiisay haraad haddana ku dheedo ogaan lahayn xitaa waxaan soo qaadi lahayn biyo oon ognahay in biyo la'aan ka jirto ee waxaan moodayna inay biyo u yaalaan marka waxaan leenahay inta naga dambaysa ama soo socota meeman doontii inay biyaha horta ka xaqabdiraan nolosha waa biyo in biyaha loogu horreysiyo wax la siiyo caafimaadkuna wuu ku dhigaa marka biyo la helo caafimaadna waa la helay marka insha allah waxaan rajaynaynaa sidaa awalba loogu guntaday in loogu guntado dadka dhibaataysan dadku itoobiyana wuu leeyahay soomaalilandna wuu leeyahay labaduba way isku dhex jiraan dadka imika qaarka meeshan ku haray ee u baahan wax celiya way jiraan awurtii way ka baqteen raradoodiiba halkaa taalla raashinkeeda ee la siibaa yaalla dameel ay ku karsadaan iyo guri ay harsaan midna ma haysta waa bannaan waxay yaallaan marka waxba in loo sameeyo ama hooy ay galaan ama la celiyo labada xaalaa banaan inaan isku tacaalujino ummaddeenna soomaaliland ilaahay waa ka isu keenaygaye ayaan dadka ku boorinaya inta naga maqan inaan dadka ama hooy u samayno ama meeshii ay jecel yihiin ay ka yimaadeen lagu celiyo raashinkooda yar iyo hooygoogana loo qaado hooye magacay waa mustafa muumi dr mustafa muumi ka waran ilmaha yar suu yahay hooyadani waxay wadatay saddex ciyaala saddex ciyaalaba waxay ka cabanayn waxaweyaan qufac joogtaa oo muddo saddex cisho ah maa qaarkoodna ay toddoba cisho ay leeyihiin sidoo kalena waxa weeyaan waxay lahaayeen waxay leeyihiin xumad ilmaha ugu yar waxa weeyaan imanka feerihiisu shaqo badan bay leeyihiin tan kale sidoo kale iyadana aad buu shaqaraya feerahaygu markaa aan ka cabirnay maxaan ku dhahaa xumadna way leeyihiin taasoo markaasi ah inay markaa ciyaalkani ay leeyihiin safiir limonia waxaan u siinay daweyn markaa wixiaan haynay markaa waxaan rajaynaa insha allahu tacala ilaahay ku caafiyo oo nan garab joogaa insha allahu tacala dadka dadkeenna weeyaan wadadkii abaaruhu markaasi ay keeneen waxaynu u baahayeen gurmad badan oo joogtaa keliya maalin iyo laba waxba uma qabanayso anaguna dadaalkeenna insha allahu tacala waan ku garab joogaynaa waxaanu soo baranayna insha allah waan kusoo celinaynaa waana mahadsiiyey dadka deegaankana sidoo kale iyo madaxdana aad bay noo soo dhaweeyeen marka ma ilmahaad u timitay mise waxaad u timitay abaaraha abaaraha iyo ilmaha ma oranayta waay marka xanuunkan ilmaha goormu kaa qabto dareentay xanuunhay waxaan dareemay toddobaad ba ilmuhu qabtay xanuun horta carruurta shuban bay iga dhacay shubanbaku dhacay xumad bay dayeshay waxay iga dhacday afar bay iga dhacday